خلينا سريعا نروح لزميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، ولقاء هام جدا جدا مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي والمنسق الامني لبعثه النادي الاهلي في تونس. تابعوا اللقاء ده عشان في كلام مهم جدا جدا، خلينا نروح نشوف. مرحب بيك زميلي امير وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما انت عارف طبعا هنا في تونس اليوم الثالث على التوالي استعدادا للمباراه الهامه والمرتقبه نهائي دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي والترجي التونسي. بيسعدني سريعا وانضم لي كمان في هذه اللحظات عميد محمد مرجان طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي وايضا كمان المتابع بشكل جيد جدا للتنسيق الامني على اعلى مستوى هنا في تونس. محمد بيه برحب بيك في البدايه، ويمكن طبعا ان شاء الله نكون موفقين في هذه المباراه باذن الله، تكون بطوله تسعه من نصيب النادي الاهلي، ياخد منك كلمات ان شاء الله باذن الله على هذه البطوله الغاليه جدا. طبعا احنا كلنا يعني منتظرين زي ما الناس كلها منتظرين، 90 مليون مصري منتظريننا ان شاء الله باذن الله الحلم بيتحقق ان شاء الله تبقى النجمه التاسعه والبطوله التاسعه، وربنا يوفقنا ان شاء الله. انتوا شايفين الاجواء شكلها عامل ازاي، بس الحمد لله رب العالمين في تركيز عالي جدا، في استعدادات الحمد لله بشكل كويس، احنا عملنا اللي علينا والباقي بقى ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بقى التوفيق من عنده ان شاء الله. عايز اروح معاك لاكثر من محور وكذا سؤال، يمكن طبعا بنستغل وجود حضرتك معانا هنا. ابدا معاك بالاجتماع الفني النهارده وحضورك بالنسبه للاجتماع، ابرز الامور التي نوقشت في هذا الاجتماع وحطينا في الاجواء محمد بيه، ايه اللي تم وايه اللي اتقال وايه التحذيرات اللي ممكن تكون اتقالت للفريقين وليس لفريق النادي الاهلي؟ هو طبعا الاجتماع الفني اللي كان ماشي بشكل طبيعي جدا، الامور الفنيه المتعلقه سواء بالمواعيد التحرك من الفنادق، يعني حتى هم كانوا محددين ميعاد التحرك بتاعنا من الفندق 5:30، بس كابتن محمد يوسف طلب ان احنا نقدم نص ساعه تحسبا لاي ظروف، فان شاء الله باذن الله ميعاد التحرك بتاع فريق النادي الاهلي الساعه 5. الزي طبعا الترجي هيلعب بالزي بتاعه المعتاد، النادي الاهلي هيلعب بالزي الازرق ان شاء الله. الامور الطبيعيه اللي برضه وتم شرح تقنيه الفار ايه اللي بيحصل فيها بالظبط اتشرحت تفصيليا، وبعد كده اتنقلنا للمنسق الامني للاتحاد الافريقي او الكاف وهو من جنوب افريقيا، اتكلم على كل الجوانب بدايه من تامين الجماهير لغايه وصولها للاستاد والخروج، وقال وشدد الأهم حاجة عقب المباراة مش قبل أو خلال المباراة، لأن أنت عارف طبعا الناس كلها المباراة خلصت فهي دي كله بالمول، يعني مش عايز أقول الدنيا بتنفض، لكن هو بيشدد بشكل رسمي الأهم حاجة التأمين عقب انتهاء المباراة وليس قبل المباراة فقط لا غير. فطبعا في إجراءات كده إن شاء الله احنا بنتخذها وبنشوف، هنشوف مع جماهيرنا اللي موجودة. احنا لغاية دلوقتي اللي عندنا البيانات اللي موجودة بالاتفاق مع طبعا سيادة السفير نبيل اللي هو بصراحة السفارة المصرية هنا من أول يوم ما جينا، وأنتم كلكم لاحظين الكلام دوت واتصالات على أعلى مستوى ومتواجد معنا يوميا، فالبيانات اللي موجودة احنا بنتكلم في العدد إجمالي هيبقى 650، فمنتظرين بس في طياره المفروض توصل بكره ان شاء الله باذن الله، هنبقى عندنا حصر كامل بالاعداد الجماهيريه ان شاء الله، هيبقى في تحرك كامل البعثه الرسميه للنادي الاهلي بالاضافه الى جماهيرها، وده اللي احنا اصررنا عليه وصممنا عليه ونسقنا معاه مع الجانب التونسي على هذا الكلام، اللي ما فيش حد من الجمهور النادي الاهلي او الجمهور المصري اللي بيمثل النادي الاهلي ويمثل مصر هيتحرك لوحده، لازم كلنا هنتحرك مع بعض، وهما بالكامل سواء البعثة الرسمية أو جماهير النادي الأهلي، فهيبتدي نحط تنسيقات على في مجموعات قاعدة في الحمامات وفي مجموعات قاعدة قريب مننا، هنتجمع كلنا في نقطة معينة إن شاء الله بإذن الله، هنبدأ نقل عينها النهاردة بحيث اللي يبقى كل الناس هتحرك في وقت واحد، وفي اماكن مكان تاني برضو السفاره المصريه كانت نسقت عليه، يعني المفروض اللي هم هيقابلونا مع الامن المخصص ليهم برضو على الطريق بحيث يخشوا معانا. في الاخر خالص احنا عايزين الجمهور النادي الاهلي بالكامل مع البعثه الرسميه كله يخش الاستاد في وقت واحد، وده بالظبط ده حصل معانا في مباراه الترجي هناك، وهو ده الاستقبال اللي كان موجود بالنسبه لهم في مطار برج العرب سواء بالبعثه الرسميه فريق الترجي او الجمهور التونسي اللي كان موجود في مصر. وانا يعني لسه كنت بتكلم النهارده مع السيد رياض بن نور النائب رئيس نادي الترجي، وهو حتى كان فيه سوء او خلاف في وجهات نظر في حاجات معينه، بس يعني تم ايضاحها بشكل كويس، واحنا علاقتنا بالترجي علاقه قويه جدا جدا مش اول مره النهارده، ويمكن هو حتى لو كان واخد على خاطره كان واخد على خاطره بسبب الموضوع دوت ازاي يبقى في تفتيش للحافله، اما فهمنا له وجهه النظر وكان يمكن علق على اللي فيه اتقال في قناة الأهلي اللي ما حصلش الكلام دوت، ولكن أنا طمنته وقلت له لأ بالعكس ممكن تلاقي فيه المعلومة ما كانش لسه وصلت، لكن المعلومة وصلت التأمين في اليوم دوت ما كانش فيه حاجة اسمها تونس أو أهلي، التأمين في اليوم ده وزارة الداخلية، وأنا قلت
عقب المباراه على طول الممثله في مديريه امن اسكندريه اشتغلت بمنتهى الحرفيه، ما اشتغلتش على اهلاوي او ترجي، ده اشتغلت على العنصر البشري وسلامه العنصر البشري الموجود بالشخصيات الهامه الموجوده. هو كمان حتى ما كانش متوقع، يعني عناصر المفرقعات تفتش العربيه، قلت له عناصر المفرقعات فتشت العربيات لكل الشخصيات بما فيهم، يعني يمكن كان عند حضرتك صبحي كان موجود معانا سياده المستشار الوزير برده عمر مروان، فكل الشخصيات اتفتشت. هو ما بقاش حتى يعني هو حس برضو يعني الاجراءات التامينيه، قلت له انت عندك ما بنعرفش نتكلم، فهو يعني بنخش بقى يعني الترجي، قلت له ما هي نفس القصه، احنا وضحنا له في الاخر اللي ده كان يعني اجراءات امنيه اتطبقت على النادي الاهلي قبل ما تطبق على الترجي، اتطبقت على الشخصيات الهامه اللي جاي، وكلنا ما حد التزمنا الامن، عشان كده ظهرت المباراه من اول اليوم اللي كانت الناس بتزحف من كل حته عشان تيجي تحضر المباراه لغايه اما جمهور الترجي نفسه غادر ورجع بلده بالسلامه، ظهرت بالمنظر المشرف، ما فيش حد اتمس، كل الناس كانت سلامتها اهم حاجه بالنسبه للامن المصري، وهو ده اللي احنا قلنا عليه احترافيه. اللي انا شايفه للامن التونسي برضو بيشتغل نفس القصه، بيشتغل بمنتهى الاحترافيه، بيأمن البعثة المصرية بشكل كويس لغاية وقتنا هذا. أنا أتمنى المباراة والأجواء المباراة برضو تفضل مستمرة بهذا الشكل إن شاء الله، لأن في الأول في الآخر في تعصب، في تعصب، في كل واحد طبعا نفسه يبقى يحصل على البطولة ويحصل على كأس أفريقيا، دي ما فيش فيها كلام، ده طموح مشروع للكل، ولكن خلينا نخلي المستطيل الأخضر هو اللي يحدد البطل إن شاء الله بإذن الله في المباراة. اهم حاجه في الاول وفي الاخر نحافظ على سلامه ولادنا، ونحافظ على سلامه جماهيرنا، ونحافظ على العلاقه الوطيده بين الترجي وبين الاهلي، الناس كانت بتنام في بيوت بعض، العلاقه الوطيده بين الشعبين سواء التونسي او المصري، لان برضو علاقات قويه جدا، الشعب التونسي طول عمره بيحب مصر، والمصريين طول عمرهم بيحبوا تونس والمغرب العربي، فانا احافظ عليها، ده الاهم وده المكسب الحقيقي في المباراه. اما المكسب والخساره فدي في الاخر خلاص، الملعب والمستطيل الاخضر 90 دقيقه هم اللي هيحددوا ان شاء الله باذن الله. يعني نقطه اخرى كمان يا محمد بيه، اتكلم منذ وصولنا هنا، يمكن حضرتك اتكلمت بشكل عام على الاجراءات الامنيه هنا او التامين الخاص ببعثه فريق النادي الاهلي، لكن بشكل عام لو بنطمن الناس الاجراءات ماشيه ازاي، احنا بنتمنى يوم المباراه يكون ازيد واقوى لان العدد هيكون كبير والامور هتكون مختلفه بشكل كبير جدا يا محمد بيه. يعني شوف انا هقول لك، وانا قلت له يعني انا قلتها له ولفت نظر لي النهارده واحنا قاعدين في الاجتماع، يمكن لما جينا في الاول ما كانش الامور يعني زي ما احنا كلنا شايفين، ولكن الامن لا غبار عليه، احنا شفنا كميه العدد الامني نازل يامن بس النادي الاهلي قد ايه، ولكن برضو ما كانش المفروض اللي يبقى فيه بس النادي الاهلي لسه واصله واللاعبين، ولا الجمهور طبعا على راسي، الجمهور الترجي او جمهور الاهلي، الجماهير طبعا دول على راسنا، فهو برضو يعني وضح الصوره اللي احنا لو كنا جايين بطياره خاصه كنا هننزل مكان تاني، انا ما عنديش فيها مشكله، ولكن في امور الضغط النفسي او لازم دايما واحنا مسؤولين نخلي بالنا اللي فيه شباب وفيه اولاد وفيه ناس عندهم حماس بزياده، عنده استعداد يعمل اي حاجه، فاحنا لازم يبقى احنا برضو على القدر من المسؤوليه اللي احنا ازاي نحافظ على شبابنا، ازاي نحافظ على فرقنا. فطبعا هرجع اقول تاني برضو كل سوء التفاهم، لو احنا النهارده وصلنا البعثه يوم الثلاث النهارده احسن بكتير، نتطور النهارده الخميس يعني شايفين فيه احسن. انا بقى زي ما انت بتقول اليوم الجمعه ده هيبقى رهان كبير جدا بالنسبه للامن التونسي، واحنا يعني واثقين فيهم طبعا، ورهان كبير لنادي الترجي، لان نادي الترجي النهارده بينظم، لو انت عندك حلم المباراه عشان خاطر تحصل على البطوله فقط لا غيره، مش مهم اي حاجه ثانيه، لا متهيألي هو عنده برضه تارجت ينجح في تنظيمه، زي ما كان النادي الاهلي وادارته بتراهن دايما ان هي تنجح في تنظيمها، فربنا يسهل النهارده. يعني انا شايف الاجتماع باللقاء اللي حصل مع السيد رياض بن نور واخ عزيز، يعني يمكن هو عايش مع الاهلي وعايش في مصر يعني زينا، فهو الراجل يعني بس طبعا وانا عذره لان هو في طبعا في سوء فهم او سوء تفاهم حصل، ده غلط اللي هو كان لازم يتوضح له من البدايه، ولا انا برضو يعني عاتبت عليه اللي احنا مش غرب، كان هو برضو المفروض يقول الـ 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 يعني ايه اللي مضايقه، لان هو مش غريب عن النادي الاهلي، ده ما فيش يعني طلباته كلها وهو هناك كان على اتصال مع رئيس اللجنه المنظمه للمباريات اللي احنا عملناها في النادي الاهلي الوزير العامر فاروق، وهو يعني ما فيش طلبه غير فعلا ما اتلبى، ولكن ممكن يكون اخذ على خاطره ولا، بس الحمد لله الامور النهارده راجعه تاني، انا شايفها فيها اخويه وفيها الاهلي والترجي بجد، وهيبقى برضه هرجع اقول تاني بقى بكره ان شاء الله باذن الله، انا متاكد ان جماهير الترجي هيستقبلوا النادي الاهلي بشكل لائق زي ما جماهيرنا استقبلتهم، وال90 دقيقه هي اللي هتحكم ان شاء الله. كمان لو بتكلم على الجماهير، على ذكر الجماهير، يمكن كان محدد عدد 40,000 يمكن وصل كمان ل 60,000، وده يمكن عدد كبير جدا، لو بتشوف النقطه دي بتتكلم فيها ازاي او استقبلت الخبر ده يا صاحبي؟ شوف يمكن احنا في مصر
كان نفسنا يبقى عندنا 60,000 متفرج، وكان نفسنا يبقى عندنا زيادة الجماهير. يمكن الأمن المصري مش هقول دون تحيز، انا كراجل مدير النادي الاهلي ببقى زعلان شويه عشان خاطر ببقى عايز زياده الجماهير، ولكن انا برضو بصفتي كنت شغال يعني ابن وزاره الداخليه وشغال، فبعذر طبعا الامن المصري. فاحنا كلنا التزمنا بتعليمات الامن ال 50,000، واكتشفنا بقى كده في الاخر دي كانت افضل حاجه، لانك انت امنت فريق الضيف، وكان عندك مساحه مدرجات 12,000 موجودين لتامين فريق الضيف بالكامل، ودي يعني يمكن حافظت بكتير على خروج المباراه بالشكل اللي احنا شفناه هناك في مصر. الحمد لله رب العالمين. النهارده اللي انا عارفه لساعة الاستاد يقال اللي هي 70,000، تمام. اما بقول 60,000 النهارده، انت دايما بتدي نسبه 5% او 10% زياده لازم ناس بتدخلها، وبتبقى غصبا عن الامن، خلي بالك، لان الناس بيبقى في تدافع وبيحافظ على سلامه الجمهور، فبيحاول بقدر الامكان بيدخل يعني لما في زيادات ومسموح بيه بيدخل. فانت النهارده ما بتقول 60,000 ومش مدي مساحه لتامين بالمشاحنات اللي انا شايفها دي، اتمنى اللي يكون الاتحاد الافريقي، احنا النادي الاهلي بيلتزم بكل القرارات وبكل اللوائح المنظمه والتعاملات المنظمه، وبنعرف لو في حق بناخده طبقا للطرق الشرعيه. واتمنى يكون الاتحاد الافريقي في هذا القرار يعني هو مسؤول عن قراره. وهرجع اقول تاني، الامن التونسي عليه عامل كبير جدا وعليه رهان كبير في اليوم ده باللي انا شايفه، لا عليه عامل كبير، فربنا يعديها خير ان شاء الله. نقطة مهمة ويمكن مهمة جدا كمان، وهو حضور الكابتن محمود الخطيب كالعادة والمساندة الدائمة، وكمان مجلس الإدارة يمكن بتشوفه كمان يا محمد بيه بنفسه بيباشر بنفسه، عايز كل حاجة تنظيمية يحلها بنفسه، بحيث ان هو يبقى النادي الأهلي فقط داخل المستطيل الأخضر. كيف ترى رغم التعب طبعا اللي احنا عارفينه مع كابتن محمود، بتشوف الأمر ده ازاي يا محمد بيه؟ شوف يعني هو ده كابتن محمود الخطيب، هو ده النادي الأهلي، ازاي بتوصل رسالة لأعضاء مجلس إدارة لسه معاك موجودين، ازاي بتوصل رساله للاداره اللي موجوده، ازاي تحمل مسؤوليات، ازاي بتتحمل على نفسك. هو ده الاهلي فوق الجميع، او هو ده شعار الاهلي فوق الجميع، اللي انت بتيجي على نفسك عشان خاطر مصلحه النادي الاهلي. النهارده وجود رئيس النادي كابتن محمود الخطيب في الاجواء اللي زي دي مهم جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. ده نهائي، ونهائي مش عادي، واجواء فيها شد وجذب، حلم للترجي عشان عنده مقاويه، حلم للنادي الاهلي للغياب بعد 4 سنين ما حصلش على بطوله افريقيا. الناديين هرجع اقول تاني حق مشروع في تحقيق احلامهم. فوجود الكابتن خطيب عامل مهم جدا. انت زي ما انت شايف من ساعه ما جينا في استقرار للفرقه، ما الفريق ليه مواعيده محدده، ما فيش حد بيجي بالفرقه، مقفول تماما، عزله تامه عن الفرقه، وده المطلوب. وانتوا متهيألي يعني حضرتوا قبل كده مباريات مع النادي الاهلي ومباريات بمنتهى الاهميه دي، الجهاز الفني واللاعبين بيبقوا محتاجين يعني فتره، بحيث برضو انت ما بتحاولش توصل لهم الضغوط الموجوده او فانت عايزه دايما يبقى هو لعيب جاهز هيقاتل ال 90 دقيقه بتاعته في الملعب بس، فبتوفر له المناخ دوت. والحمد لله متهيألي احنا لغايه وقتنا هذا يعني اتمنى يكون كابتن خطيب يعني برضه شايف القصه دي، لغايه وقتنا هذا احنا قادرين اللي احنا نحقق ده للاعبتنا، واتمنى لغايه النهايه برضه تبقى البعثه كلها زي ما جاب بسلام ترجع بسلام ان شاء الله باذن الله. المهندس هاني بوريده، المستر محمد كامل طبعا رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن. يمكن مصر بتساند النادي الاهلي، النادي الاهلي بيمثل مصر في هذه المباراه ايضا. كمان يمكن كلفته طيبه، ويمكن حضرتك كنت في الاستقبال الكابتن محمود الخطيب مع الوزير العام فاروق، امر مهم جدا حابين نتكلم عليه يا محمد. يعني شوف الجميل دايما، وانا بقى دايما بقول لجماهير النادي الاهلي وبقول لاولاد النادي الاهلي، ما فيش حاجه اسمها النادي الاهلي بيلعب لوحده، النادي الاهلي ده بيلعب باسم مصر، النادي الاهلي الدوله المصريه بالكامل بتسانده. وفي حاجات ما ينفعش نفضل نتكلم فيها، لكن لا، في اتصالات قويه جدا من قبل الخارجيه المصريه تحت مظله وزير الخارجيه، في اتصالات على اعلى مستوى للحفاظ على تامين البعثه المصريه. احنا ما بنقدرش يعني، ولكن مصر والدولة المصرية بالكامل بتساند النادي الأهلي، النادي الأهلي بيحترم الأسلوب اللي بنتحرك فيه كلنا كدولة وكنادي أهلي، عارف يعني إيه معنى الوطنية كويس قوي. وأديك أنت شايف النهاردة رئيس الاتحاد يعني المهندس هاني بوريدة يعني وصل النهاردة، وأنا سعدت بيه جدا جدا جدا. وبكرة فيه المفروض إن شاء الله بإذن الله على الطيارة اللي جاية سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، وأنا برضو سعدت جدا بالخبر دوت. فأنا عايز أطمن الجمهور المصري، لا، الدولة المصرية عارفه قيمه النادي الاهلي كويس جدا، بتساند النادي الاهلي كويس جدا، بتساعد النادي الاهلي، والنادي الاهلي برضه بيقدر هذا الكلام وبيتحرك بدوره الوطني بشكل كويس دون خروج عن النص، دون ازعاج، دون دوشه. انت بتستقبل وبتسمع وبتتحرك بالشكل اللائق اللي بيليق بالنادي الاهلي، اللي انتوا في يوم من الايام هتعرفوا
وتقدروا هذا الموضوع. يمكن انت شفت قبل ماتش البرج العرب برضو نفس القصة، عشان التذاكر والسوشيال ميديا، وفي الآخر خالص الناس شكرت على التنظيم والناس قالت الحمد لله رب العالمين، في ناس تعبت عشان خاطر جمهورها. النهاردة استحالة، لازم يطمنوا وعارفين كويس قوي مفيش مسؤول في مصر، مفيش مسؤول في النادي الأهلي هيشوف واحد نام في الشارع عشان يحصل على تذكرة غير ما يكون مقدر الكلام ده كويس جدا جدا جدا. عشان كده كل الناس بتتحرك بس من غير دوشة، بهدوء، وده الأهم بالنسبة لنا كلنا. الهدوء مهم جدا جدا جدا، وخصوصا في الأوقات اللي زي دي، وخصوصا في المباراة النهائية اللي زي دي. وباخد رسالة أخيرة منك محمد بيه للجانب الأمني، طبعا زي ما قلنا الرهان كبير يوم المباراة، بما أنك طبعا مدير تنفيذي النادي الأهلي والمسؤول الأمني أيضا كمان عن بعثة فريق النادي الأهلي، ورسالة لجمهور النادي الأهلي رغم قلة العدد لكن هنحس بيهم ويكونوا متواجدين ويبقى لهم تأثير كبير جدا. أبدأ بالرسالة للجانب الأمني، ممكن محمد بيه يقولي. لا الجانب الأمني التونسي هنا، لا الجانب الأمني التونسي أنا شايف يعني ما أقول لك لغاية لوقتنا هذا الناس بصراحة ربنا دايما فرض الأمن أو بيتفرض الأمن دايما مظلوم، لأنه هو ما بيقدرش يرضي الأطراف ودايما بيوافق يعني بيحقق السلامة للناس. هو طبعا الاندفاع والحماسة والقصة دي كلها بتبقى مضايقة الناس لما أنت بتقولهم يلتزموا. لا هو الأمن ليه دور، اللي أنت شجع عمل اللي أنت عايزه بس ما تخرجش عن النص، حافظ على سلامتك وحافظ على سلامة ضيفك اللي موجود. نفس القصة أنا بقول لجماهير النادي الأهلي اللي موجودة هنا، سلامتكم أهم من أي حاجة، شجع فرقتك ما يعني حتى لو تعرضت لي أي خروج عن النص أرجوك زي ما احنا كلنا ملتزمين احنا نبقى جنبكم ومعاكم. أنا طالع النهاردة عشان خاطر كده بس، إن شاء الله بإذن الله معاكم، فبإذن الله هتلاقونا جنبكم وموجودين بنشجع النادي الاهلي، وان شاء الله نحتفل مع بعض كلنا باذن الله. ان شاء الله جدا محمد بيه، باذن الله ان شاء الله نحتفل بالبطوله التاسعه تدخل دوله بطوله النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك ان شاء الله. بنشكر اكيد طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ايضا كمان اللي بيقوم بدور كبير جدا بجانب مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. ان شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراه، الامور تكون تحت السيطره بالنسبه للجانب الامني، دخول الجماهير التونسية، جمهور النادي الأهلي إن شاء الله يكون متواجد سهولة ويسور، إن شاء الله يكون في الدخول والخروج بإذن الله. ثقتنا لنا ولن تهتز إن شاء الله في الجهاز الفني وفريق النادي الأهلي بإذن الله. البطولة التاسعة تدخل دولاب بطولات النادي الأهلي. عودة ليك زميلي أمير.